تشارك مملكه البحرين العالم الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي والذي يوافق العشرين من اكتوبر من كل عام وذلك تقديرا للدور المراقب الجوي في تامين سلامه وانسيابيه الحركه الجويه باجواء المطارات وتنظيم حركه الطائرات وللمراقب الجوي في مملكه البحرين دور ريادي يمتد لاكثر من خمسين عاما ومركز محوري في منطقه الخليج لتقديم خدمات الحركه الجويه بكل كفاءه واقتدار